عرف الاستثمار بأن عملية قرضها الأساسي هو إضافة مجموعة من الطاقات الإنتاجية بجانب الطاقات الإنتاجية المتوفرة، وذلك يهدف إنشاء مشروعات جديدة أو إدخال توسعات على المشروعات الموجودة بالفعل. وهناك علاقة وطيدة بين الاستثمار والاقتصاد، حيث يرتبط بشكل جوهري بالإنفاق الرأسمالي على كافة المشروعات التي تتم في كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق منها بالبنية التحتية مثل الطرق والمشروعات العمرانية وإمداد المياه والصرف الصحي، بجانب المشروعات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية مثل ما يتعلق بقطاع الزراعة والصناعة. قال المستثمر السوداني في إثيوبيا السيد خالد كرم أن إثيوبيا لها قوانين منظمة تجذب المستثمرين. أولا إثيوبيا يعني وضعت، أنا بعتبر أنه القانون بتاع الاستثمار الإثيوبي من أجمل القوانين في القارة الأفريقية، إذا ما بقى يعني في الشرق الأوسط، فعندهم قانون يعني جميل ومنظم، وفيه كثير من الفاسيليتيز والأشياء اللي بتجذب المستثمر الأجنبي، يعني وضعه لبنات قوية، وبعدين أهم شيء التطبيق، يعني في مجال التطبيق قطع شوط كبير. يعني إثيوبيا في بداية العمل الاستثماري كان في مشاكل في التطبيق، لكن الحين يعني ما شاء الله مع التجارب الكبيرة وكده، قانون الاستثمار من 2003 القانون الجديد، افتكر من 2003 بالنظام الأوروبي، يعني غرابة 20 سنة، فأسسوا قانون جميل جدا جدا. وقال أن مفوضية الاستثمار أعطتهم اهتماما كبيرا جدا في حلول المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون خلال الاستثمار. نحن هسا كسودانيين مستثمرين، إدارة الاستثمار أو مفوضية الاستثمار يعني حقيقة أدتنا عناية ورعاية خاصة جدا جدا، وعانت كثير من المشاكل الخاصة للمستثمرين، بل أكثر من كده اجتمعت بين السيدة المدير العام لمفوضية الاستثمار وناقشت معنا كل المشاكل الخاصة بالمستثمرين والخاصة بالاستثمار والعقبات اللي واجهتنا، وجلسنا مع بعض ووضعنا كثير من الحلول لهذه المشاكل، بل مضت أكثر من كده كونت جروب يعني يكون مشترك بيننا وبين الاستثمار وبين السفارة السودانية. فالسفارة السودانية كان لها دور كبير جدا جدا في يعني طرح مشاكل المستثمرين. وأضاف أيضا أن مدير عام مفوضية الاستثمار عين شخص ليكون هناك تواصل بين المستثمرين والمفوضية بشكل عام، ومن أجل التقلب على المشاكل بشكل أسرع. المدير عام المفوضية بتاع الاستثمار عينت شخص مختص ليقوم يعني يكون حمزة وصل بين المستثمرين السودانيين وبين المدير العام مباشرة، وده حيزل الكثير من العقوبات. وكتجربة يعني الكلام ده كله كان قبل أسبوع، الآن كثير من المستثمرين عندهم مشاكل قدموا وفي بعض وجد الحل، فدي نحن خطوة نسمينا ونقف معها ونشعر انه يعني ادونا ميزة كسودانيين، لان احنا وإثيوبيا تربطنا كثير من العلاقات الكبيرة الواسعة، لابد يكون عندنا يعني تميز، لانه نحن الجار الاقرب ونحن يعني كثير من الاشياء المشتركة بيناتنا، المجال ما يسع لذكرها، لكن نحن شعب واحد. ونشكرهم جدا جدا على هذا الاهتمام وهذا التقارب، ونحن معاهم وبيهم ونحل كل المشاكل لكل مستثمر ان شاء الله.